حزب الدعوة الإسلامية، وأنا عاصرته معاصرة جيدة، وأنا كنت عضوا فيه يعني في حزب الدعوة الإسلامية. الإشكالية الكبرى التي وقع فيها الحزب أنه انضم إلى السلطة، اشترك في العمل السياسي في السلطة بعد 2003 حارقا نظرياته الدينية التي يؤمن بها. حزب الدعوة يؤمن بالمرحلية، يؤمن بمرحلة البناء والتفكير أو البناء والتغيير، أو تسمى بالمرحلة الفكرية، بعدين تجي مرحلة سياسية، بعدين تجي مرحلة جهادية، بعدين تجي مرحلة إقامة الحكم. هو لا، قفز مباشرة إلى من المرحلة الفكرية والتغييرية، طبعا أقحم من قبل السلطة السابقة في المرحلة الجهادية، ولا يوجد شيء اسمه مرحلة جهادية، يعني لم يمر بها حسب التقسيمات التي وضعها حزب مفكرو حزب الدعوة ومؤسسوه. قفز إلى السلطة مباشرة، وهذا دليل أيضا على أن حتى في الرؤية السياسية أو الرؤية الفكرية أو الرؤية التنظيمية للحزب هنالك يعني أفخاخ لم يستطع أن يتجاوزها،